كلنا بنعرف انه الشعر عنصر جمالي هام للمظهر الخارجي ان كان للصبايا والشباب كمان، لكن اليوم بسبب تغيرات الطقس، بسبب النمط الغذائي اللي عم نتبعه، او ممكن الضغوط النفسيه اللي بنمر فيها، مشاكل كثيره ممكن تصيب الشعر يا عفاف. تساقط الشعر يمكن لا سمح الله تكون عارض لامراض صحيه خطيره. لا لا سمح الله، ممكن خلاص هي شوية تقصف على شوية نشافة وجفاف، أو ممكن حتى في أشخاص بيعانوا من الرطوبة الزايدة للشعر ومشاكل كتير، ممكن حتى أنه ما عم يطول أو عم يتنتف لحاله أو عم يكهرب، بخصوص ممكن هذا الجو نتيجة الجو والطقس وتغيير أكيد الأماكن البيئية. رح نتعرف على كتير نصائح لحتى تخلينا نكون بصح بشعر صحي وجيد وخالي أكيد من المشاكل، بلكي إن شاء الله بتنحل، مع الدكتورة زينة قاسم الفرج، اختصاصية أمراض جلدية وتجميل. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يعني كنا عم نحكي قبل هو أنه اليوم في أسباب عديدة لتساقط الشعر، خلينا نوضح أهم وأبرز هي الأسباب أو العوامل المؤهبة اليوم لتساقط الشعر، سواء عند الصبايا أو كمان الشباب. تمام، مثل ما تفضلتي، نحن فعلا لاحظنا هذا الشيء خصوصا مع تغيرات الطقس الفترة الماضية. غالبية مراجعين العيادة كانوا يشتكوا من مشاكل تساقط الشعر. هلا نحن وقت المريض بده يراجعنا بالعيادة بدنا نطلع اول شيء لنعرف الاسباب، لازم نفهم او نعرف المريض اذا كان عم يعاني من مشكلة سابقة، مثلا في مرضى تعرضوا لرد نفسي، في مرضى مثلا عنده قصة عائلية وراثية، بدنا نعرف كمان نمط التساقط، اذا هو تساقط منتشر ومفاجئ ولا هو مترقي، اذا في قصة عائلية، إذا في مشاكل بالتغذية اللي بيتعرضوا لحميات جدا قاسية، أو في مثلا صدمة حدثت للجسم مثلا جراء عمل جراحي كبير مثلا، أو بعض حالات الحمل والولادة. فنحن بهالحالة وقت بيجي المريض طبعا بالفحص الدقيق يعني أهم شيء عنا التشخيص لنقدر نعرف السبب، إنه نشوف إذا هي الحاسة كيف، أو التساقط الشعر إذا هو مثلا منتشر مترقي ندبي، مثلا زمن الظهور قد استمر، فهي كلها عوامل بتوجهنا نحو التشخيص كرمال العلاج الصحيح. طيب خلينا نتعرف على التأثيرات يلي بسببها الطقس ونمط الحياة وطريقة الغذاء كمان، قدي ممكن تكون ضرورية أو حتى ناخد بعض المعادن منها، الحديد، في كتير ناس كمان بتخاف تاخد حديد، أنا منهم، إنه هو للشعر بس بيخافوا يطلع لهم شعر كمان بجسمهم أو بالوش. خلينا نحكي عن الغذاء أول شيء وبعدين باقي التأثيرات الثانية. تمام. هلأ نحن وقت بيجي المريض كرمال نعرف المشكلة بالضبط، المفروض أنه نطلب منه تحاليل دموية، فبنطلب تحاليل لنتأكد من مستويات الفيتامينات والمعادن اللي موجودة بالجسم، لأنه في فيتامينات ومعادن بتأثر بشكل مباشر على الشعر، مثل عنا البي 12، مثل عنا الحديد، يعني بنشوف إذا في عنده نقص حديد أو مخازن الحديد كيف موجودة بالجسم عند المريض، خصوصي اللي عاملين عمليات التكميم أو عمليات البدانة بيتعرضوا لنقص حاد بهي المواد، كمان اللي عاملين حميات قاسية. فبنطلب كمان عنا الفيتامين د المؤثر بشكل مباشر على النمو الشعر، عنا البيوتين، الزنك، هدول كل عوامل أساسية. طبعا في عوامل تانية بتتداخل، هي العوامل الهرمونية، يعني نحنا كمان بدنا نتأكد إذا المريض، بنطلب له تحاليل الغدة الدرقية، بنشوف تحاليل TSH لأنه اضطرابات الدرق بتأثر بشكل مباشر على تساقط الشعر، فبنتأكد إنه ما في مرض كامن وراء هذا العرض، لأنه بالنهاية تساقط الشعر هو عرض. كمان في عنا هرمونات الأنثوية أو داء المبيض متعدد الكيسات BCO، بدنا نتأكد إذا كانت سيدة أو ما كان عندها حمل ولادة الفترة السابقة لنقدر نتوجه شو هي المشكلة بالضبط. شو ممكن يأثر هالشي على الشعر؟ هلا ال بي سي او والهرمونات الدرق هي بتاثر من اعراضها الاساسيه، هي البي سي او بيعمل شعرانيه بالجسم وقله بشعر الراس كمان، وعندنا كمان اضطرابات الدرق بتعمل تساقط شعر. ممكن تؤدي للصلع ممكن مثلا؟ هلا الصلع لا، لانه غالبا بيكون هذا الشيء عكوس ومؤقت، ما بيؤدي لحاسه مثلا ندبيه مثل ما بنسميها، او هي غير عكوسه، لا بيكون مؤقت وبيتعالج بعلاج السبب. طيب دكتوره زينه، اليوم خلينا نعطي روتين يومي وصحي للعناية بصحة شعرنا ليكون أكثر حيوية. تمام. هلأ الشغلات الأساسية اللي لازم ننتبه عليها هي غذائنا، يعني لازم نتأكد إذا عنا نقص، بس طبعا ما بتتاخد بشكل عشوائي، بس إذا عنا نقص غالبية إحنا هون حوض المتوسط، إذا عنا نقص بفيتامين دال وخصوصي بعد فترة الكورونا لاحظنا إنه غالبية المراجعين والمرضى للعيادة فعلا كان عندهم نقص بالزنك وفيتامين دال، فهذا بيأثر بشكل مباشر، واحدة من الأعراض صارت
حكيت معهم بس يعني متأخرة شوي بعد 4 لـ6 أسابيع إنه بتلاقي عندهم فعلا تساقط شديد بالشعر يعني كان مرعب. فهي الشغلات يعني بدنا نتأكد منها، فبالتالي التعويض، المكملات الغذائية، ونهتم بالغذاء. يعني لازم يعني نوعية الغذاء اللي بياخذها المريض بتكون متوازنة بإشراف اختصاصي معين، يفضل بإشراف طبعا إذا في مشكلة مرضية. طبعا الخضار الورقية اللي عنا، المنتجات البحرية كتير غنية، والسلمون كتير يعني غنية بالفيتامين بي 12، عنا كمان بالبيوتين، فهدول الشغلات كتير مهمة، البروتين كتير مهم كمان والحديد. فيعني لازم يهتم الواحد بغذاء ونمط الحياة الصحي، بالنهاية بينعكس على الجسم كله، على الشعر والبشرة. طيب مع هالشي ممكن في أشخاص مهتمة بطريقة غذائه وبالطرق الصحية كلياتها، بس مع هالشي بتجي عليها هاد موسم الباذنجان بيجي عليها كل فترة قصيرة بيهر الشعر بطريقة كثيفة وبيوقف، بيرجع كمان بعد فترة بيصير في تساقط بالشعر وبيرجع بيوقف. تماماً هذا المعتقد الشائع، حتى الحجة بموسم تماماً يعني المعتقد هذا الشائع، إنه بيقولوا مثلاً مع الخريف، مع أوراق الشجر، مع مثلاً وقت الباذنجان. هلأ هي كإثبات علمي لهذا الشيء ما في إثبات علمي له، لو في ناس بيعتبروه أسطورة، بس الشغلات اللي بترجح إنه الهرمونات اللي إلها علاقة، عنا مثلاً البرولاكتين والميلاتونين، هي بتتأثر الميلاتونين بالذات بأشعة الشمس، فهدول بيتحرضوا زيادة خلال فترة الصيف، وهذا الشيء يعني هو رد فعل من الجسم، لأنه الشعر بالنهاية مو بس كناحية جمالية، اللي هو لحماية الجلد أكيد من أشعة الشمس الحارة، فبيكون نشاطهم زائد بهي الفترة اللي هي الصيف. وقت بنفوت بفترة الخريف بفوت، لأنه الشعر عنا بيمرق بأطوار، طور النمو وطور الراحة، وهو بيضل بيتبدل بهي الفترة. فيعني كل يعني الدراسات اللي أثبتت بتثبت هي علاقة هدول الهرمونات كمان مع التبدلات المناخية والطقس والرطوبة. دنيوم العوامل النفسية ممكن تلعب دور كبير بتساقط الشعر، الضغوطات اليومية إن كانت يمكن ضغوطات العمل، الحياة، الدراسة، وقت الدراسة أحيانا تلاقي كمية الشعر اللي عم تصير بشكل مو طبيعي. خلينا نوضح قد ايه هذا الدور ممكن يلعب، يعني فعلا وجود بتساقط الشعر عند الأشخاص. حتى في عنا نوع تساقط شعر اسمه تساقط الشعر الكربي، أو اللي هو اللي تالي لشدة أو توتر شديد. هلأ اللي بيصير فجائي وتساقط شعر فجائي، شدة نفسية، ممكن بعد مرض كبير مثل ما قلت لك، ممكن يكون عنا مثلا احيانا بعد العلاجات الكيموثيرابي السرطانية كمان بتكون بهي الفترة، امراض الغدة الدرقية كمان بتشكل. في كتير امراض بتتعلق بشكل مباشر، بس كمان في عنا العامل النفسي بحد ذاته هو بيأثر، يعني بيعمل نوع من الحاصات. في عنا تساقط شعر منتشر، في عنا كمان الثعلبة او الحاصة البقعية، واحد من اهم اسبابها هي بيسموها أوتوأميون، مناعية ذاتية، بس واحد من أهم أسبابها اللي هو الشدة النفسية أو الكرب النفسي. وبتلاقي إنه هو المريض فعلا وقت بتقاربي بتلاقي عنده شدة نفسية أو مشكلة نفسية، واللي بيميز هذا النوع من التساقط إنه هو عكوس، يعني بس تنتهي الفترة أو بيتعالج المشكلة النفسية عنده بيرجع تساقط، بيرجع الشعر للنمو الطبيعي. في كمان أحيانا عوامل نفسية مثل ما ذكرتي خلال فترة الدراسة أو هذا التفكير. الضغط اللي بيصير في شيء بنسميه هوس نتف الأشعار، بتلاقي كثير مرضى عندهم بتلاقي انه مثلا عندهم هوس بفعلا نتف الاشعار، كان بشعر الراس احيانا الحاجبين، يعني بتلاقي مميز عندهم خصوصي خلال فتره الامتحانات. فهي كلها اسباب نفسيه، وهون نحن بدنا نعالج العامل النفسي بالاول، يعني احيانا المريض بيضطر ياخذ مضادات اكتئاب وادويه نفسيه لحتى نقدر نعالج يتعالج العرض اللي هو تساقط الشعر. طيب كمان مع تبدل الطقس والحراره، اوقات ممكن الشعر طبيعته يكون دهني ويصير جاف فجأة، أو الشعر تلاقيه ناشف ما فيه لمعة. خلينا هيك شوي نسرق بعد إذن الإعداد، هو موضوعنا عن التساقط، بس شوية نصائح للشعر الجاف كيف ممكن يصير فيه لمعة خصوصا مع الطقس هلا قاسي شوي. تمام، وخصوصي نحن هاي يعني نسيت اذكر من الشغلات اللي بتؤدي لتساقط الشعر هي العلاجات اللي عم تصير كتير بالصالونات، واللي هي كتير يعني هيك شديده على الشعر. مثلا عندك بمسميات المختلفه الكيراتين والبروتين وما الى ذلك. يعني هلا المشكله هلا حمامات الكريم او الحمامات اللي بتحتوي على كريمات معينه هي امنه للشعر، بس المشكله بطريقه تطبيق المواد الثانيه اللي هي مواد التمليس او مواد التثبيت
الغسيل يعني كثير بتكون شديده على الشعر اذا نحن لجأنا لهي الطريقه بسبب الحراره العاليه والمواد اصلا فيها فورم الدهيد، فهي كثير بتاثر على الشعر. فهي مثل ما قلنا بنهتم بالغذاء، وكمان فينا نعمل حمامات كريم بشكل متقطع يعني، وكمان في مثلا جلسات الميزوثيرابي اللي هي عباره عن فيتامينات ومعادن بنحقنها بالشعر، هي بتحافظ على صحه الشعر يعني فيك تعتبريها بوسترز يعني، هي مو علاج بحد ذاته بس بتحفز كمان العلاج. يعني هون انا بكون عم عالج مشكله عندي، بيجي علاج هي المشكله ممكن يسبب لي مشكله ثانيه. تماما. فهي العلاج التعادل لازم تكون موجود. تماما. لهيك مثل ما ذكرت العلاجات اللي هي بسموها الصالونات الكيراتين كثير قصص، والبوتوكس الشعر صار فيه والبروتين وهالقصص، هي طريقه تطبيقها هلا لا غنى عنها، كلها بنستخدمها بس يعني المفروض تكون بطرق صحيحه بفترات متباعده، ما نقرب على جذر الشعر أو فروة الرأس، نترك مسافة 1 سنتي عن تطبيق المادة، عدم تكرار الحرارة القوية اللي بنستخدمها على الشعر. تمام. وكمان بنفس الوقت مثل ما قلت لك فينا نعمل نحن يعني حمامات الزيت أو الكريم اللي هي ما بتأثر، هي بتأثر على الشعر من برا يعني، هي ما بتأثر على بصيلات الشعر، فبتعتني بالشعر بتعطي لمعة بتعطي كذا، ونعوض الفيتامينات إذا في نقص يعني. تمام. ويمكن لجانب الكرياتين والبروتين اليوم بتلاقي في استخدام كبير من الصبايا والسيدات للاستشوار للليس، هالامور يمكن ما بتفارقهم، يمكن يوميا يصير هذا الموضوع، قديش هذا الشيء غلط وقديش ممكن ياثر على صحه الشعر؟ طبعا بياثر يعني، نحن بالنهايه كل هي اللي بنسميها نحن مثلا تساقط الشعر من منشا خارجي، يعني بتلاقي عوامل ميكانيكيه بتتدخل اللي هي الحراره العاليه. حتى في ناس بتلاقي عندهم تساقط اشعار او بسموها حاسات الشد، بتلاقيها عند خصوصي مثلا العرق الافريقي اللي بيعملوا هدول الجد اللي مرقت فتره البريدز اللي كثير موضه درجت هون، فهدول كثير بياثروا لانه بيطبق ضغط كثير قوي على الشعر فيعمل انزياح بخط الشعر، يعني بسموها حاسه الشد، وممكن تكون احيانا غير عكوسه او ندبيه. احيانا في كثير شائعات وخرافات بهذا الموضوع انه ممكن يسبلوا شعراتهم بالمكواية غير الليس. ايه هلا هي كمان طرق قديمه. تمام. هي بنفس المبدا، هي تطبيق الحراره العاليه بتعمل انشطار طولي بالشعره، تقصف بالشعره، بتعمل هشاشه، بتعمل ضعف بالشعر، فنحن بدنا نكون متوازنين لانه هي بالنهايه مثل ما بيقولوا شر لابد منه، يعني ما فينا نستغني عنها بس نكون عقلانيين. اكيد. خلينا كمان نتذكر التمشيط الدائم للشعر قد ايه له ممكن يكون له دور بتساقط الشعر ولا هو صحي، والشعر اذا كان مبلول مي او مرطب صحي انه نحن نستخدم المشط وقتها ولا نستنى لينشف وبعدين نمشط؟ لا، ما في اي دراسه بتدل على هذا الشيء او له علاقه، المهم التمشيط الصحيح وعدم الشد القوي على بصيلات الشعر بحيث انه انت يعني تعرضيها لضغط شديد ممكن انه يصير فيها جز للشعر. اما التمشيط يعني هو يفضل طبعا يعني بعد الحمام وقت الشعر مبلول، وكمان انك تبلشي من تحت لفوق مشان يعني تخففي الشد على الشعر، يعني وقت انت بتعرفي وقت الواحد بيعملها بخفف الشد من انه يبلش من فوق مشان ما يكون في جز قوي على جريبات وبصيلات الشعر. فيعني ما في اي دراسه حول هذا الموضوع يعني، بس انه الواحد يكون حذر نوعا ما. تمام. يمكن اليوم كثير من الصبايا عفاف بتلاقي بمرحله من عمرهم بحب يغيروا لون شعرهم، بيلجأوا للصبغات او الحنه، طيب هي الصبغات او الحنه ممكن تاثر اليوم على صحه الشعر ام لا حسب يمكن نوعيه الصبغه؟ هلا هو كثير بيطلعوا ترندات وانه صبغه منزوعه الامونيا ومدري شو، بس بالنهايه هي مواد كيميائيه عم تطبع على الشعر، هي مؤذيه اكيد. وفي كمان مثلا سحب اللون هو كثير شديد وكثير بياثر على الشعر وبيفقد الشعره مرونتها وبيفقد الشعره اللمعان، وبتصير الشعر فعلا يعني اذا بتنتبهي وقت نعمل سحب لون او كذا بصير الشعر كثير هش وكثير طري وسهل التكسر ومتقصف، فيعني اكيد هي بتاثر قد ما حاولنا نجملها وقد ما حاولنا هيك نمكيجها بتضل هي بتاثر، وهي مواد ضاره للشعر، فبنحاول قدر الامكان نخليها على فترات متباعده ونختار انواع منيحه وما نقرب على جذور الشعر. هلا القديمين ما خلوا شيء يمكن وما حكوا، كانوا يعطونا هيك بعض المعلومات الصحيحه، في معلومه عن تساقط الشعر الايجابي انه الشعر لازم يهر ولو صحيح. شوي انه كم شعره، فهذا شيء طبيعي او شيء منيح لحتى يطلع بداله.
تمام. هلا هو هذا الشيء لا اراديا، مو بارادتنا. الشعر فعلا هو بيمر باطوار، طور النمو، طور الراحه، طور التراجع، طور الراحه. طور الراحه بيستمر حوالي 3 شهور، طور النمو عندنا من 3 لـ5 سنين، احيانا بيوصل لـ7 سنين عند النساء. فهي دوره الحياه هي عم تمر فيها الشعر، يعني شئنا ام ابينا. شيء طبيعي تماما، شيء طبيعي. ونحن كمان منشان نطمن ومنشان ما نخاف، نحن اصلا عندنا تساقط طبيعي للشعر بين 50 لـ100 شعرة باليوم، واحيانا ممكن توصل لـ200. هذا تساقط فيزيولوجي، ما في داعي للقلق ابدا لانه هذا طبيعي. يعني طيب، بما انه بنحكي عن تجدد الشعر، في وقت معين لقص الشعر يعني كل كم شهر معين مشان نحافظ اكثر على صحه؟ لا، هي كلها بدع، ما في اي شيء بخص هذا الموضوع. بس هي بالنهايه نصائح. يعني نصائح. طبعا في علاجات كثير حديثه يعني لازم نذكرها ونضوي عليها. مجالات الشعر فعلا عامله ثوره يعني حاليا. طبعا بغض النظر اذا في مشكله مرضيه لازم نحن نلجا للعلاجات، مثلا اذا في نقص بالفيتامينز، نقص بالمعادن لازم نعوضها، اذا في مشكله هرمونيه نعالجها. بس كمان في علاجات حديثه فعلا في حالات مثلا الصلع الوراثي او الصدع الذكوري او الاندروجيني، لانه كان شوي مستعصي على العلاج. فحاليا مثلا تقنيات زراعه الشعر صارت جدا حلوه، صارت سهله، ما فيها داون تايم، ما في المريض انه يتعطل عن شغله. وكمان عندنا مثلا مثلا الميزو، الفيتامينات اللي بتنحقن للشعر. في عندنا هير فيلر للشعر صار جديد، هو مو مثل الفيلر العادي للوجه، هو بيحوي 7 أنواع من البيبتيدات مع هيالورونيك اسيد، بينحقن بالشعر على مدى جلسات، فعاليته جدا حلوه. في عندنا كمان شيء عمل ثوره بعالم الطب التجديدي بيسمى الاكسوزوم، كمان هو يعني مثل مبدا الخلايا الجذعيه، او هي حويصلات بتحرك الخلايا الجذعيه، فعم تعطي نتائج كثير حلوه وسريعه يعني بمجال تجديد الشعر، خصوصي بحاله الحاصات اللي هي مثلا مترقيه واللي ما لها علاج كان قبل، مثل الصلع الذكوري يعني. طيب من اي عمر نحن فينا نبلش بهي الطرق بدون ما يكون في عندنا مشكله؟ ممكن نكون نحن لحتى نوقي حالنا، او طرق جماليه تماما؟ هلا هي كطرق، هلا نحن فينا نبلش طبعا من عمر 18 سنه لتستقر الهرمونات بالجسم، اذا كان في اي شيء مرتبط بالهرمونات، او مثلا اذا في حاصه مرتبطه بحاصه اندروجينيه او كذا. هلا حتى فينا نبلش باعمار اصغر، ما في مشكله بهذا الموضوع بعد سن البلوغ اذا كانت البنيه مستقره، واذا ما في مشكله مرضيه نحن معالجينها. هي بالنهايه الميزه والفيتامينات وهي الشغلات والخلايا الجذعيه هي بوسترز للشعر، يعني هي مثل شيء اضافي، شيء ما بيضر. بس مثلا علاجات زرع الشعر اكيد بده يكون في استطباب واضح لها غالبا عند الذكور، وبتنعمل يعني لانه هو بضل مترقي، فتوصلي لمرحله انه خلص يعني انه اخذ الشكل النهائي للصلع بالهي، لانه هو بيترقى ما بيكون بشكل اكيد مفاجئ. يعني بالختام نصائح جدا مهمه، ان شاء الله يكونوا كل يلي تابعونا استفادوا من المعلومات اللي قدمتيها. الدكتوره زينه قاسم الفرج، اختصاصيه امراض جلديه وتجميل، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شكرا لكم.